من أهم الخدمات اللي أطلقناها في STC للحماية من الهجمات الداخلية هي المانج سوك أو مركز العمليات المدارة على مدار 24 ساعة. كثير من الاختراقات اللي تحصل يحتاج لها مراقبة وعناية لالتقاط أي بيهيفير أو تصرف قد ينم عن اختراق ممكن يحصل للمنظمة، ومن خلالها احنا أطلقنا هذه الخدمة لمتابعة جميع العمليات اللي تحصل داخل المنظمة وتحذير العملاء عن أي احتمالات أو اختراقات ممكن تحدث.